الفرقة فرقة 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 في الدرب الفرقة في الحومة الدم كيزري روحنا مسمومة بلاد عربية كنا كاينين ما يهمش شكون ما يهمش منين باصي لابال هاك ارات ماركة البيت سيفلات سفارة اخوات ربح وبكى الخسارة صحاب في التيران وحتى بار yeah. شادين فاليز قاصدين المطار فيما مشينا مخلي الاثار فرقة اونتوني الو قطار غنديك تعيش معنا الشهر شعل تيفي تسمع الاخبار الفرقة معاك كل النار هزين ترابو كل دار روحنا القيد من صافي امرك تشوف لون طافي نزري معاك برجلي حافي ما تقدرش الرايه من كتافي الفرقه 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 بلاتي 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 قبل ما نهضر لكم على الفوز والبكار اللي بكينا والفرحه والصوت اللي مشى هنعود لكم كيفاش بدات القصه من الاول والله دابا غادي نمشيو باش نتفرجوا في المغرب في التيران ديال التمامه وعلى سميتو التمامه هي ديك اللعيبه اللي كيديروها الخليجيين فوق من راسهم هي واحد التويشي كتكون بيضه هنايا هو مصايب على الشكل ديالها ملي غادي تمشيو تشوفوه غتبان لكم تمامه كبيره محطوطه تما التمامه اي التمامه اي التمامه اي التمامه لعب عليها ونجيبوها والله ما تروحي جبت لكم شخص من البحرين اللي كتعرفوه كاملين عمر فاروق غادي يولي مغربي 100% اليوم احنا كلنا مغاربه كل الجمهور العربي مغربي اليوم ايش رايك في اللبس ممتاز صدمتيني اخر رساله قبل ما امشي الملعب للجمهور المغربي اللي يشوفك عبر القناه الثانيه منتخب مرتب قوي لازم يكون عنده ثقه وحنا ثقتنا فيه كنبغيكم المغاربه يلا وصلنا الملعب اي 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 ياين حال كاس العالم ياين في المغرب شو نقول شو نقول المغرب نقول جيناكم جينا انا اليوم معول باش نخسر هذا الصوت عندي كتسمعوا صوتنا كي داير عادي تفرجوا من ورا ما يسالي وصلنا دابا الملعب تماما التمامة دراري هذا ماتش حاسم الدراري اشنو بان لكم في النتيجه واحد صفر بروستي جوج لواحد انا كنقول تو ان كيقول برافو فلسطين تحيه كنطلب الله يسهل على المنتخب ديالنا عاش الملك محمد السادس كنحماق عليك وكنحبك بزاف ميساج تري امبورطون برافو اما غادي تخسر بلجيكا ولا يربح المغرب لا لا وعيط الله تصيب الله الحيده وهي جوج زيرو للمغرب عرفتي شنو ميك صغير والوالد تيقول لي مير عزان دار سعد ايبا مير عزان دار ايبا سعد ايبا مرة تسلكمتي المغاربه هذا سلكمه ان شاء الله الفريق المغربي اي النتيجه ديوي النتيجه يسحان انكسب المغرب سلاكوب ان شاء الله سي فريقنا وشكرا اكيد استنى ربي دابا معايا عنتر اللي هو الوحيد اللي هو جوغ سيمي بروفيسيونيل او ميم طون جورناليست وعطى لي واحد المعلومه مهمه بزاف اشرف حكيمي ومزراوي غيبداو الماتش ان شاء الله تيتولار دابا لاحظوا معايا هنا سكولين الناس كاتبين لوكين فور تيكيتس يعني كيقلبوا على التيكيات اكسكيوز مي يو ديدنت فايند اني تيكيتس فور فور توداي نو You American? Yes, I am. وعاش كنت مع بلونجلي؟ ولي هذا مع بلونجلي واحد كنت مع بلونجلي اللور قولي أختي تنقلب على تيكيات تذاكر المغرب كنت مكينيش مغربة أنا أدخين هذا منين بلك سيجوك بون شانس بو لو ماتش لا فير بلاي أخي ما كاينش فير بلاي أخي يا عويد لا ما كاين لا كلشي بدا بالبركة اللي جاب الوالد معاه من الدار البيضاء حيت اليوم أول مرة في حياتي غنتفرج مباراة ديال كأس العالم مع الوالد. الوالد إحساس ديالك وأنت في كأس العالم. إحساس ديالي غادي نحضر كأس العالم إن شاء الله بفضل المجهود ديال ولدي اللي دار لي هذه الهدية وكنتمنى لولدي الرضا الكامل. يلا نتفرجوا الله يحفظك. الله خير محمد. الوالد عاتي تنحس به فرحان بزاف وإلا هو كان فرحان أنا فرحان أكثر منه. دخلنا للتيران كان الشعب كله متوحد وكانت التشجيعات كلها موحده وكل شيء مفاهم مع بعضياته
انا وعبيد جينا بيل ورا الشبكه وتما في النايده راكشة والروين. عادل بجاك الجمهور المغربي ما صفرش على النشيد ديال بلجيكا. الجمهور المغربي منضبط. مهمتي نرجع واحد بحريني مغربي. واش واجد اليوم ولا لا؟ لا لا واجد. كي رجعت واحد بحريني مغربي. ويلي والله العظيم راه ما يمكنش دوك الاجواء اللي كانوا في التيران. في الحقيقه برومييم ميتو الجمهور كامل انا هنا بحيد الصفار. وهي اللي ما بوش باشي مغربات سيبوها يا لولاد سيبوها يا لولاد. راه ما يمكنش الجمهور المغربي كيفاش كان واعر 90 دقيقة ما سكتش. الصفار بدا من دابا وكل اللي كيقولوا بالسكينة ديال بلجيكا كلشي كيصفر المغرب. مغرب مغرب. في هذا الماتش بكيت ثلاثة المرات. أول مرة ملي سمعت النشيد الوطني جاتني التبوريشة حيت عمرني ما سمعت في حياتي شي نشيد وطني اللي زنزن لي التير. ثاني مره اللي بكيت هي ما حيدوا لنا البيت على قبل الفار. راه ما يمكنش واحد الصرفيقه جات كلنا فرحانين حتى كيبان لك الفار. شنا هو كاع ديك الفرحه اللي فرحنا وديك الدافع اللي دافعنا وحنا فرحانين بالبيت كلشي رجع سكت عاوتاني. حيدوا لنا البيت. ثالث مره اللي بكيت هي ملي تماركا البيت الثاني وغتبقى هاد المباراه عندي ماشي متورخه. ربحنا بلجيكا وهما ربحونا في 94 مي اون ميم طون كنت مع الوليد والوليد حتى هو بكى معايا. وسير 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 تماركي. انا تخلعت انا. ما حسيتش بداك الوقت تسالى الماتش. ما حسيتش لا البيت الثاني لا صافي ترونت عندنا في الجمهور ترونت. انا تصدمت. جات الوقيته ديال حمله النظافه. دوزو كل واحد ياخذ وحده. عطيني الانيشياتيف هاي انتشرت. شوفوا انا فين جالس معاه. تبارك الله كل شيء دابا تيجمع كل شيء كل شيء. شوف فين ما شتي غتلقى المغاربه تيجمعوا. واللي زوينه شناهي هي في نفس الوقت اللي كنا حنا تنجمعوا هنا في قطر كان واحد الدري صغير سميتو عبد الرحمن اللي هو متطوع معنا في الجمعيه وكان هو نظم واحد الحمله بوحده في دونور. كاع دوك الاحاسيس الخايبه اللي عند اي واحد تما حتى كنت كنشوف عائلات كنشوف كاع دوك الناس اللي حدايا سير عندهم بزاف المشاكل في حياتهم. نساو كلشي نساو كلشي ولا عندهم هدف واحد هو فرحاني وغير كتغوت غير ناس ما عرفتش حتى علاش. هذا علاش كره حاجه مهمه وهادشي اللي شفناه البارح وكنتمنوا التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله في الماتش اللي جاي. عشت اليوم واحد اللحظه ما نقدرش نتصورها اكثر. الروح قتاليه الروح فنيه الكره المغربيه وحيوا لينا التاريخ وعشناهم من السبعينات الى يومنا هذا. هذه بحال ديال 86 فكرتي بلا 86. جبنا ماغوك جبنا ماغوك صراحه. وي هاف وين ذا جيم اند وي ديزيرف ات. والله منتخب وحش رهيب. اليوم موجو بوست في ستاماريز فاكال اللي كيطرى بزاف المشجعين ما تيكونوا تيفرحوا بزاف تيبقاو تيما يفرحوا الضغط كيطلع بزاف تيبقى يوصل الدم للراس. دوك على ما يتفرحوا الدراري خليكم كونسونطي شي شويه تقدر تبقى الوعي وطيح على راسك وتراك شي مشكل حدا. كيف المنتخب المغربي؟ فعليا انت وسود لاعبين الجمهور الصغار الكبار مفترسين يا اخي. الجماهير كلهم جاي هنا في سوق واقف يحتفلوا بفوز الفريق الوطني المغربي. ديما مغرب الشامبيون ديالنا انا والمتواجد ديما مغرب كلمة الاخيرة ديما مغرب ديما مغرب. الفرقة 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 في الدرب الفرقة في الحومة الدمكة.